أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذر لك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أهلا وسهلا مستر نديم. ما تستغربش، أنا ملك ودي مريم أختي، إحنا توينز، بس أنا مولودة قبلها بخمس دقايق. الحمد لله اللي جيتي بدري، كان زماني فاهم غلط. عادي، احنا متعودين، كل الناس بتلخبط بينا. اكيد لازم تعملوا حاجه تخلي الناس تعرفكم من بعض. انا اديتها الورد على انها انت. عموما ميرسي قوي على الورد، انا وهي واحد. الحقيقه هو فعلا في حاجه بتفرقنا عن بعض للاسف. من حوالي ست شهور كانت هي وبابا راجعة من الساحل، كانت هي اللي سايقة، وفجأة معرفتش تسيطر على العربية واتقلبت بنيهم، وبابا توفى قبل ما ينقلوه المستشفى. I'm sorry. Thank you. وهي من الصدمة جالها حالة اسمها خرس مؤقت. الدكاترة بيقولوا إنه عملية وقت، إنه مفيش حاجة عضوية تمنعها من الكلام، وهي على فكرة تسمعنا وتتجاوب معانا كويس، بس إنه تتكلم صعب. آه مفهوم، زي الإحساس بالذنب بعد وفاة باباك الله يرحمه كده. يعني تقدر تقول كده، وده كلام الدكاترة كمان. هما بيقولوا إنه هي لازم تغير جو عشان تطلع من المود اللي هي فيه. ما تسفروها بقى. حصل فعلاً، إحنا لسه راجعين من باريس من شهر تقريباً. كل الدكاترة اللي تعرضت عليهم هناك قالوا تقريبا نفس الكلام اللي اتقال هنا. عموما هي بتاخد شوية أدوية وعلى الله يعملوا مفعولهم معاها. إن شاء الله. لو على مصر احنا عندنا مستشفى كبيرة أخويا بيديرها، أي حاجة تحت أمرك. الحقيقة أنا مش عارفة أقول لك إيه، نسيت أشكرك على مجيئك هنا وانشغلنا بالكلام عن المشاكل ومريم. ولا أي حاجة، أنا ما يرضينيش اللي حصل لك في مكتبي. الشغل اللي اتفقنا عليه ماشي زي ما هو. بجد؟ طب والعقد اللي دي حاجات بسيطة، ما تشغليش بالك. بعد إذنك لازم أمشي. تمشي كده ما سألتكش تشرب حاجة. معلش مرة تانية. أوصلك؟ أنا عارف المكان. أوكي باي. Please, please.
عايزه ايه؟ امسكي دي، امسكي. مريم تمام؟ معاكي فلوس؟ اه طبعا. عايز كريدت كارد ولا كاش؟ كاش كاش. خد. خد يا بنت المحظوظ، امسكي، خلي بقى عشان. نمشي بقى؟ طب يلا، ميشو. يلا لا لا انا قاعد انا قاعد لا 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 استاذ في الدلع موتني يا ناس مش نادم وسابني مرمي وخلع شمموني بصرك ما عليا ما قدرتش اقف على رجليا شمموني بصرك ما عليا ما قدرتش اقف على رجليا الوسادة الخليا تعبت مني يا خليا الوسادة الخليا تعبت مني يا خليا شوف كده اتك على نفسك في السواقه عشان اركب مع ميرم ونطلع وراه. يعني انت مش عارف بيتي يعني؟ بيتك ايه؟ انا هروح. بابي مركز معايا قوي اليومين دول. قلنا احنا افطر يا جدعان عندي. افطروا براحتكم انا مروحه. ايه مروحه وبابي مركز معايا والجو القديم ده؟ بعدين ابوكي ده هتلاقيه في سابع نومه يعني. اتك كده على نفسك وتعالى نروح نقعد معاه. وبعدين الواد مشو بيجيب البت اللي معلم فوق دي وهيجي معانا برضه يعني فخليكي لطيفه كده يا مريم. طب اعمل ايه في مس ملك اللي راجع لي من امريكا على اخر الزمن دي؟ البيت متكهرب قوي. والله انا ملك دي انا ما مش فاهمها يعني المفروض جايه من امريكا بقى واوبن مايندد وكده. مش عارف حاجه. مريم هو انت ليه محسني ان انت في كي جي 2؟ عشان انت مش عارفه جو البيت. بابي فيري ستريكت. ما تقول لها يا ليس عمل فيك ايه لما رحت لنا. عمل ايه عمل ايه؟ الحياة هو راجل رخم يعني ببساطة هو قاعد يجعجع ويرجع في وشي ويزعق صعب. والله انا لو منك والله العظيم اديهم له وش. صباح الفل يا دكتورة، احنا اصلا متجوزين وسلام عليكم. عشان يذبحني. والله الواد شريف ده بيقول كلام زي الفل ولا يذبحك ولا حاجة. والله ده شاري انت كده. انا قلت اللي عندي. انا اول مرة اعرف انك بتفهم. وانت حر. صدقني اول مرة اعرف انك بتفهم. شوف انت بس بتفهم. ايوه. هتسوق ولا تسوق؟ لا اسوق ايه؟ انا شايفك بالعافيه. اسوق ازاي؟ انت اسوقي طبعا. ايه اللي بتقوله ده؟ اسوق؟ اسوق فين؟ اسوق ازاي؟ يلا احنا نطلع سوا. ها بلاش جو ابوكي والكلام القديم اللي انت بتقوليه ده. ولا ابويا. انا هروح البيت يعني هروح البيت. مفيش بيت. هتروحي البيت ايه بس؟ I'm so sorry. أنا بجد ما خدتش بالي. ما تتخديش، ما حصلش حاجة. العربية اتكسرت. ولا يهمك، حصل خير. اتفضلي انت. ما فيش حاجة خالص يا جماعة. طب لو تحب. أحب إيه بس؟ اتفضلي حضرتك. المرة اللي جاية بس وأنت راجعة بيبص في المراية. اتفضلي. Thank you. الحزام بقى. على فكره انا كنت هنزل ابهدل الراجل ده بس الحزام ما فكش ما قدرتش انزل بصراحه. ماله حزامك؟ ما بيفتحش. حزام ما بيفتحش. الكراسي ده نديم فخري؟ مريم انا بسالك، قابلتي نديم فخري قبل كده؟ اللي كان تحت من شويه وكان فاكرك انا.
عشان كده لما شافني سألني ان احنا اتقابلنا وانا قلت له لا. تصدقي ما جاش في بالي خالص ان يكون قبلك انتي. ها بقى قولي لي قابلتيه ازاي وامتى وليه جريتي بالشكل ده اول ما جيت اعرفك بيه؟ يا حبيبتي مش هتبطلي الحساسيه دي، الحاله اللي عندك جات لي ناس كتير قبل كده وياما خفوا منها، انت ما فيكيش حاجه. بس من الواضح انه معرفتك بيه طياري كده صح؟ عشان كده مش فاكر الموقف قوي. لا ما تقولي ليش يعرف السفت الليسي بتاعك ده؟ امال ايه؟ والله العظيم يا مريم لخلصك منه واخليه يطلقك من غير ما ندفع ولا مليم. على فكرة الحقير ده جالي المكتب وانا رفضت اقابله. يا حبيبتي يا حبيبتي اصبري، ممكن العبها بطريقتي؟ الاشكال الواطية دي محتاجة طول بال ولعب على الهادي. ما انا يا مريم مش هدفع له 5 مليون عشان يطلقك، كفاية عليه قوي الفلوس اللي قلبها منك. وبعدين احنا مش اتفقنا انك تسيبي لي الموضوع ده؟ طب ممكن واحده واحده عليا اخلص من موضوع عمك الاول وقضيته وبعدين افضل الليسي ده. بس قبل ده وده لازم اثبت نفسي في شغلانه نديم، لازم امضي العقد ده. انت مش متخيله يا مريم الموضوع ده هيفرق معايا ازاي. ها قولي لي بقى قابلتيه امتى وفين؟ وحياتك لكان هيروح ولا يجيب لها ورد لولا ان انا فضلت ازن عليه وانا اللي خليته يعمل كده. انت كنت عايزه الموضوع يفكس وانت واقفه بتتفرجي ما بتعمليش حاجه كمان؟ لا طبعا، بس بيني وبينك ورشا دخل عليا قلبي كان هيقف. هو ما عرفتيش؟ عرفت ازاي؟ اموت واعرف. دي داخله وعارفه ان في ميتنج، شكلها عندها عصفوره كده بتسرب لها الاخبار. ما هو ده سهل يتعرف. اللي مجنني ان مفيش حد غيري كان عارف الميتنج ده، ده حتى السكيورتي انا مبلغاه قبلها ب5 دقايق. يبقى هو هو ده. ايه دي رشا محجوب هتنزل لمستوى السكيورتي والحاجات دي؟ لا طبعا الموضوع فيه سر، بس انا هفضل وراه لغايه اما اعرفه. انا دفعت فلوس كتير قوي في الموضوع ده، مش عايزه اقول لك كمان انا عملت ايه. ماشي ماشي ماشي، طمني كل اللي اتفقنا عليه هيحصل. تمام، بس عايزه اقول لك ان انا مش هينفع اجي هنا تاني. طالما رشا عرفت هتفضل تحفر ورايا. انت ايه حكايتك بقى؟ كل شويه هتنطلي في نفس الحدوته؟ انا جاي هنا يومين اريح فيهم دماغي، مش عايزه كل شويه حد يقرفني بسين وجيم. ده ايه ده؟ مش بتعرفي تقري؟ استدعى نيابة؟ قابلولي أمين شرطة امبارح بالليل على البيت. عادي، أكيد عارفين إنك صاحب وعايزين يعرفوا منك آخر مرة شفته فين ومع مين كده يعني. هقول لهم. هتقول لهم إيه؟ أنت هتستهبل؟ وبعدين يمكن عايزينك في حاجة تانية. عايزين إيه بقى؟ يتعرفوا بيا ولا ياخدوا معايا سلفاية؟ تصدق واحدة غيري كانت تفت في وشك وقطعت معاك بعد الحركة الواطية اللي كنت ناوي تعملها معايا؟ بقى أنا سافلة وبتتشقط وسيب الباب مفتوح عشان أصوركم؟ قلتلك كذا مرة إن الكلام ده فاكس. إديني مبرر واحد يخلي تامر ده يكذب. ده هو يا حرام لما هرش إنك بتكذب عليه وإني مستبت شمال زي ما أنت فهمته، ضميره نقح عليه واعترف لي بكل حاجة وهو بيوصلني بعربيته لحد البيت. هو ده اللي حصل، تصدق ما تصدقش أنت حر. يعني انت ما روحتيش مع تامر البيت؟ يا اخي يا ريتني كنت روحت معاه، على الاقل كنت منعته من الانتحار. والله تامر انتحر؟ يعني ما اتقتلش ولا اتزق؟ هو مش في نيل تحقيق شغال وفي البتاع ده الشرعي بتاعهم ده؟
الطب الشرعي اهو ده، هو ده اللي هيبين مات ازاي وبايه. انا مشكلتي الوحيده دلوقتي في دبلتي اللي وقعت مني في عربيته. تفتكر يكون طلعها مع بيته؟ رشا، عايز اسالك سؤال. انت جوزك طلقك ليه تاني؟ هو انت مش لسه سالني السؤال ده امبارح وقلت لك اني ظبطته بيخوني؟ انت اللي ظبطتيه بالملايه؟ ملايه ايه؟ ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ ده القمر الصناعي هو اللي صورك وانت واقفه في الشارع. انت عايز مني ايه؟ لو كنت طمعان في قرشين خلاص بح، الفرخه اللي كانت بتبيضني طارت.